تتأمل في دينك وتأمل في مذهب أهل السنة وشوف وقارن، راح شنو تلاحظ؟ راح تلاحظ أنه ديننا بقصص وخرافات عجيبة. يعني ثانيا راح تشوف صحابة كفرناهم حاشاهم، زوجة الرسول كلموا عنها بسوء حاشاه، دعاء وتوسل من غير الله، والأموال راح تشوفها تذهب لجيوب المعممين باسم الخمس. راح نشوف بعد شنو ضرب بسيوف السكاكين حتى يسيل الدم. هل هذا هو ما كان يفعله النبي والإمام علي والحسين؟ حياك الله أختنا زينة، تفضلي. السلام عليكم شيخ فرج. وعليكم السلام ورحمة الله. دا أقول لك بصراحة، هاي الأحاديث اللي دا ترويها ودا نسمعها أنا أشوفها دا تظل أكثر مما تهدي الشيعة اللي موجودة في كتاب الكافي. أنا دا أقصد شلون يعني؟ يعني هم يدعون أن المهدي صححها. أنا برأيي أقول أنه يجب عليهم أولا أن يثبتوا وجود المهدي قبل أن يصححها الكافي هو. أي طبعا هو ما قالها الكليني ولا ادعاها كما ذكر، قيل أنها واحد من علمائهم ذكرها، وكان كتاب الكافي يعرض على الإمام صاحب العصر والزمان. لكن في كل حال، هل هذا دين؟ أنت يا زينة كنت شيعية، نعم. أسألكم بالله، هل مرت عليكم هذه الروايات سابقا؟ أبدا والله يا شيخ، أول مرة أسمعها من عندك أصلا. ولذلك يخفون عنكم حقائق هذه الكتب المجوسية عشان يسوقون بين أظهركم هذا الدين باسم أهل البيت، وفي الأخير يوصل المجوس إلى رقاب العرب سنة وشيعة فيسمونهم سوء العذاب. شوفوا الانتخابات العراقية مثال، شوفوا إيران شلون ما تبي العرب يحكمون العراق حتى لو كانوا شيعة، عشان تفهمون الأهداف البعيدة لكتاب الكافي ولكتاب الطوسي، كتب الطوسي وكتب ابن بابوي غيرها. هذه الأهداف، هذه الغاية، هذه النهاية، الوصول إلى أمجاد الفرس المجوس. نعم، يريدون أن يحافظوا على إيمان الناس وعلى عقيدة الناس وعلى النصوص الروائية، لكنها ما تتوافق مع القرآن الكريم، هذا اللي يرجوه. صحيح، ولذا الكليني أول من طعن في القرآن. صحيح. اقرأوا مثلا كتاب باب فيه نتف ونكت في التنزيل في الولاية، شوف شلون يلعب في القرآن، يزيد آيات وينقص آيات ويقول هكذا في الكتاب مخطوطة، هكذا نزلت آيات ما لها علاقة بقرآننا. هذا غاية الشيخ كمال الحيدر يقول ما يعتقده الكليني وضعه في الكافي بدون شك. يعني هذا اعتقاد. هل كتاب الكافي كتاب حديث لو كتاب فتوى المشهور الآن بيننا شنو؟ كتاب حديث. الجواب كلا وألف كلا. الكافي ما يعتقده الكليني وضعه في الكافي. بهالحالة هل علينا الأخذ بالاعتقادات يا شيخ؟ لا شك أن هذا الكليني يعتقد ما في كتابه، وهذا مو بس الحيدري، حتى الكاشاني ذكر أن الكليني يعتقد ما في كتابه، ويصرح بها جملة من الأعلام يقولون إذا أردتم أن تتعرفوا على آرائي وفتاوى آرائه في العقائد وفتاواه في الفقه فانظروا إلى عناوين الأبواب، هذه العناوين هي آرائه وفتاواه. ليقول لنا قائل والله نقل روايات تحريف القرآن وهو غير معتقد بها، لا 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 أبدا أبدا أبدا. وهو أصلا بيّن ذلك في مقدمة الكتاب الكليني نفسه، أن سيأتي بالروايات الصحيحة والتي عليها العمل. شهادة الكليني، التفتوا، يقول ويأخذ منه من يريد علم الدين. مولانا هذا كتاب حديث، يقول لا، من قال لك كتاب حديث؟ إذا كان كتاب حديث يمكن أن يأخذ منه علم الدين؟ هذا لابد أن يعطى للمتخصص والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. إذن هو ده يكتب بالكتاب ويشهد أن كل ما ورد فيه فهي ماذا؟ آثار صحيحة. هذا التزم به الكليني. القضية محمد عليه الصلاة والسلام ترى يدورون حوله، والله أن قضيتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ودينه. شوفوا ضاربين اللي حواليك كلهم، تقول له سنتي يقول لك لا عترتي، مهمشين السنة تماما، كأنما جاء الرسول بس عشان يعلم علي بن أبي طالب، ما علم الأمة ولا نشر دين ولا نقلوه أصحابه. اللي أمرهم هو صلى الله عليه وسلم أن ينشروا، أرسل معاذ إلى اليمن ومصعب إلى المدينة وأرسل البعوث وأرسل المراسيل وبيّن أن أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد وأقرأهم أبي وغير ذلك. بيّن صلى الله عليه وسلم أشد البيان. لا 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 لا، ذولي ما يبونه، يطعنون في زوجاته، يطعنون في أصحابه، يطعنون في كتاب الله الذي نزل عليه.
الهدف محمد عليه الصلاة والسلام، بناته ينكرونهن إلا فاطمة، وفاطمة يطعنوا فيها بعد، قالوا دين أهل البيت. والله أن مضحوك عليكم يا شيعة، دين مجوسي يريدون الوصول إلى أمجادهم عبر عباءة أهل البيت لا أكثر، بالكذب عليهم والافتراء واختلاق دين جديد ينسب إليه. يا شيخ شنو أفضل طريقة حتى نفهم بها القرآن، حتى نتخلص من هذه الكتب المحرفة؟ شنو أفضل طريقة؟ بالنسبة للمبتدئين اللي يريدون قراءة القرآن يقرؤون يعني التفاسير الميسرة. يعني الحين عندنا، شوفي أختي الكريمة، في مصحف يطبع مجمع الملك فهد في المدينة النبوية اسمه التفسير الميسر، هذا رائع جدا، يشرح المعنى بدون اختلافات ولا أقوال ولا غير ذلك، يشرح معنى القرآن بسهولة وبساطة شديدة. هذا للمبتدئين أنصح فيه، ممكن تلقونه أيضا على الإنترنت. تفاسير مثلا تفسير ابن سعدي، الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى، وغيرهم من التفاسير توصل لك معلومة القرآن بسهولة. المتقدمين من طلاب العلم غير ذلك يذهبون إلى كتب ابن جرير وإلى ابن كثير وإلى القرطبي وغيرها من كتب التفسير. موفقة أختنا الكريمة. دا أريد بس دا أحكي كلمة ويا الشيعي، أريد دا يسمعني، أريده تفضل أنه أقول له تأمل في دينك وتأمل في مذهب أهل السنة وشوف وقارن، شوف الفرق. وقبل ما تقارن اترك من التعصب، راح شنو تلاحظ؟ راح تلاحظ انه ديننا بقصص وخرافات عجيبه. يعني ثانيا راح تشوف صحابه كفرناهم حاشاهم، زوجه الرسول كلموا عنها بسوء حاشاها، دعاء وتوسل من غير الله، والاموال راح تشوفها تذهب لجيوب المعممين باسم الخمس. هذا الكلام، هذا النهايه، والعياذ بالله باسم المتعه. راح نشوف بعد شنو ضرب بالسيوف والسكاكين حتى يسيل الدم. هل هذا هو ما كان يفعله النبي والإمام علي والحسين؟ هذا اللي أريد أسئله للشيعي. ثبتنا الله وإياك يا أختنا زينة. أنا أذكر كنت تقولين سابقا أنك كنت تحضرين مجالس العزاء للنساء. نعم مرتين. في هذه المرتين ممكن تصفين ما يجري على يدي الملاية واللي حواليها، شنو كان يسووا؟ والله يا شيخ شوف، الملاية تقرأ لهم وتخليهم يلطمون على وجههم، أكو بيهم يصير الوجه أحمر يعني، ويلطمن على الصدور يعني بصورة قوية. أنا هاي بصراحة ما سويتها، لأن هو أصلاً والدي ما يقبل الروح لهيك مكانات يعني بصراحة. أي ولا نلبس أسود يعني، بحيث الناس كانوا يسموننا إحنا السنة، كنا معروفين بمنطقة السنة إحنا. يعني هذا من الأثر، متأثرين بأهل السنة؟ أي لا، يعني يقولون أنتوا السنة، أنتوا ما تلبسون أسود، أنتوا ما تلطمون، أنتوا يعني مو مثلنا. يعني شيعة ما عندهم الطقوس هذه؟ ما عندنا هاي الطقوس يا شيخ، ولا عندنا إحنا ما نصلى على تربة، وإجت أيام إحنا نصوم مع أهل السنة ونفطر معاهم. يعني هذا التيار الشيعي اللي هذا حاله، كم نسبتهم اختنا زينة؟ لأن أكثر من واحد شيعي اتصل وقال نفس الكلام، كم نسبتهم في المجتمع الشيعي العراقي؟ يا شيخ هو كانت موجودة بصراحة بعد ما صارت 2003 وبعدها، هذه ظهرت. شوف هذه الأشياء ما كنا نعرفها إحنا قبل، يعني أنت تحكيها وأنا متعجبة، يعني معقول أنا كنت على هذا الدين؟ يا سبحان الله. والله يعني بس إن شاء الله أنا دا أدعو الناس يعني، ودا أسوي مشاركات أشوفهم إنه مثل ما تقول دا يحبون يعني يتابعونك وكذا. فأنت يا شيخ مثل كل قوتك أعطي الأدلة والبراهين حتى هم يهتدون إن شاء الله، وحتى يتركون هذا الدين اللي ما أعرف من وين إجانا يا شيخ. أي والله ما تعرفوا من وين إجاكم. شكرا لك. تعرف يا شيخ، تعرف يا شيخ إنه والدي الله يرحمه كان من نهاية الصلاة كان يمين ويسار، يعني نهاية الصلاة يعني كانت الصلاة مثل ما صلاتكم أنتم. بس من إجوا المعممين كل من قام يقول لازم صلاة وصلاة، هيك صرنا نتبعهم بدون دراية. يعني ما جاءت المصائب إلا من وراء العمائم، الله ما ظل الناس إلا بسببهم. أسأل الله لكم الهداية والثبات على الحق أختنا زينة، وهداية الأهل والأقارب وبلاغهم الحقائق. مثل هذه البثوث مثلا مقاطعها إذا ما عليكم خطر توزيعها، لا توزيعها فيما بينكم بين من تثقين فيه، ولو من باب يعني الاطلاع وليست الدعوة. شوفوا هذا واحد وهابي أو هذا الشخص الفلاني، هذا موقع السني، شوفوا شو يقول، من دون إظهار يعني تعاطف معه حتى تصل الحقائق وتنشر. موفقة أختنا الكريمة. شكرا. شكرا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.